مؤامره الموت قيافه رئيس الكهنه اذا كانت قبله يهوذا قبله الموت لكن الاشر والاخطر هو مؤامره الموت عندما يتآمر رجال الدين على قتل دم بريء مكتوب في يوحنا 11 فجمع رؤساء الكهنه والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فان هذا الانسان يعمل ايات كثيره ان تركناها هكذا يؤمن الجميع به فياتى الرومانيون وياخذون موضوعنا وامتنا فقال لهم واحد منهم وهو قيافه كان رئيسا للكهنه في تلك السنه انتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الامه كلها ولم يقل هذا من نفسه بل اذ كان رئيسا للكهنه في تلك السنه تنبا ان يسوع مزمع ان يموت عن الامه وليس عن الامه فقط بل ليجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد كان قيافة رئيس كهنه من سنه 18 الى سنه 36 ميلادي وهذه تعتبر فتره طويله نسبيا في ذلك الزمن كان قيافه مقربا من روما ومن العائله الهيرودسيه المالكه وكان صهرا لحما حنان كما ترى معي من هذه الايات ومضوا به الى حنان اولا لانه كان حمى قيافه الذي كان رئيسا للكهنه في تلك السنه في ايام رئيس الكهنه حنان وقيافه كانت كلمه الله على يوحنا بن زكريا في البريه كان لقيافه سلطان على الهيكل وكان ينتفع به شخصيا من التجاره الفاسده مكتوب ودخل يسوع الى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارف وكراسي باعة الحمام وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص أي عصابة لصوص لأنه كان جزء كبير ونسبة عالية من الأرباح تعود لرؤساء الكهنة. والجدير بالذكر أن رؤساء الكهنة قد تعينوا من الولاء الرومان لكن قيافة عزل سنة 36 ميلادي من منصبه كرئيس كهنة من قبل الرومان مع بيلاطس البنطي في الوقت نفسه كانوا يعتبروا يسوع يشكل خطرا عليهم مكتوب حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه أي يموت إنسان واحد عن الشعب كان يقصد به موت يسوع لكي يحفظ مراكزهم الخاصة وهنا استخدم لغة الذبائح البدلية بموت المسيح عن الخطاة مثل ما هو مكتوب في نبوه اشعياء 53 وايضا مكتوب لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبه لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم لم يدرك ما تنبا به قيافه لكن العنايه الالهيه وجهت اختيار الكلمات هكذا لتعبر عن جوهر خطه الله المجيده للخلاص كما قال بطرس لانه بالحقيقه اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب اسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون في الواقع أن الله استخدمه كنبي وهو لا يعلم لأنه كان رئيس الكهنة أي الواسطة لإعلان مشيئة الله قائلا وليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. لتتميم نبوات العهد القديم في شعيا وفي حسقيال وتتكلم أيضاً عن تبشير الأمم ورجوعهم للرب ونتيجة لموت المسيح الكفاري وقيامة المجيدة فقد جمع اليهود والأمم جماعة واحدة التي هي الكنيسة جسد المسيح أفسس إصحاح 2 اوليس عجبا ان رؤساء الكهنه قاده اسرائيل الدينيين هم الذين تزعموا مؤامره قتل مسيحهم بدل ان يكونوا الاوائل في الاعتراف به وتتويجه ملكا لقد ترأس قيافه محاكمه الرب الدينيه كما انه كان ايضا حاضرا عندما دعي بطرس ويوحنا الى المثول امام مجمع السنهدريم في اعمال الرسل اصحاح اربعه ان قيافه الذي قرر ان يموت يسوع عن الامه على ان تتورط الامه كلها في مشاكل مع الرومان كانت تعتبر عائلة قيافة عصابة لأنهم لم يأخذوا الكهنوت من الله أو لمدى الحياة كما هو مفروض، لكن بتعيين الرومان الوثنيين لهم. لقد ابتدأ الكهنوت بالآب الكبير حنان وأولاده الخمسة، وأصبحوا رؤساء كهنة، ثم انضم إليهم قيافة صهره وحفيده حفيد حنان أيضا. كانوا يلبسون الزي المقدس، ولكن قلوبهم مظلمة. وأصيبوا بالعمى الروحي وقساوة القلب إذ حولوا بيت الله إلى مغارة لصوص وبؤرة فساد كان يعتبر قيافة لصا بالتجارة والربح القبيح ويعتبر قاتلا أيضا لقد كانت إرسالية أن يزيل ويتخلص من المسيح بأي طريقة مهما كلف الثمن كان أنانياً وكان قاسيا جدا لا يبالي بموت المسيح ولا حتى كان يبالي بمصير يهوذا الذي رجع نادما على فعلته اذ سلم دم بريء قال له انت ابصر فهو شخص لا مبالي بدون اخلاق او اي مبادئ انسانيه خالي من المشاعر مشاعر الرحمة قلب حجري اسمعه يقول فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها لقد تآمر قيافة على المسيح وتامر مع يهوذا الاسخريوطي الذي خان المسيح، بل تامر ودعا اجتماع السنهدريم على عجله لمحاكمه المسيح. لقد كانت هذه المحاكمه الدينيه قبل ان يؤخذ الى بيلاطس للمحاكمه المدنيه. لقد كانت مهزله المحاكم ووصمه عار في القضاء لعده اسباب. اولا، جمع شهود زور وكان في تناقض في شهادتهم ينبغي ان تكون شهاده على فم اكثر من شاهدين لكنهم تحركوا بدافع الكراهيه والحسد وعدم الايمان في محاكمه يسوع كان المسيح صامتا امام كل ما يدور في تلك الليله ثم يجب فحص الشهود على انفراد دون ان تكون فرصه لاحدهما الاتصال بالاخر ثم ممنوع الحكم على شخص خلال فتره العيد كانت ايام الفصح عيد الفصح ثم ممنوع المحاكمه في الليل ينبغي ان تكون في النهار واصدار الحكم في النهار ينبغي ان تنقضي ليله كامله قبل اعلان الحكم ينبغي ان ينعقد السنهدريم في احدى قاعات الهيكل وليس في بيت قيافه ينبغي ان تعطي فرصه ليسوع ليدافع عن نفسه نتيجه المحاكمه والعقاب قد تحدد قبل المحاكمه حقا انها مهزله المحاكم كانوا مثل عصابي لقد كرهوا يسوع لانه فضح اعمالهم الشريره والفساد بالواقع كان يدعى سوق حنان في الهيكل لدرجه ان هذه العائله كانت مكروهه من اليهود اذ مكتوب ويل لبيت حنان وقيافه لقد كان قيافه مخالفا للقانون وللعداله وللضمير اذ نراه يدفع رشوه ليهوذا ويحضر شهود زور باي ثمن ثم يكمل المسرحيه بشق ثيابه ثم يلفق تهمه سياسيه ليسوع ليحاكم امام بيلاطس الوالي الروماني وعلى فكره لم يحاكم المسيح على جريمه فعلها بل اقوال قالها مما اكدت صدق دعوه المسيح عندما سال قيافه المسيح سؤال مرتبط بالقسم واما يسوع فكان ساكتا فاجاب رئيس الكهنه وقال له استحلفك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن الله قال له يسوع انت قلت وايضا اقول لكم من الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوه واتيا على سحاب السماء فمزق رئيس الكهنه حينئذ ثيابه قائلا قد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود ها قد سمعتم تجديفه لقد رد المسيح على جوابه واقتبس من نبوه دانيال الاصحاح السابع ثم لفق قيافه للمسيح تهمه سياسيه امام بيلاطس وهي التمرد على قيصر لقد كان فعلا منافقا وماكرا وكان خير الماكرين واكثرهم خبثا ودهاء كان قيافه من طبقه الصدوقيين الذين لا يؤمنون اصلا بالملائكه ولا بالروح ولا حتى بالقيامه لقد آمنوا بأصفار موسى الخمسة والله لكن كان إيمانهم إيماناً عقلياً وأنكروا الأبدية قال يسوع مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص كان قيافة محب للمال والطمع والحسد حتى بيلاطس أدرك هذا لانه علم انهم اسلموه حسدا مسكين قيافه لقد اشترى مركز بموت المسيح لقد تامر وفعلا مات المسيح كما عبر خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الامه كلها ليجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد ان مؤامره قيافه لقتل المسيح كانت سبب بركه وخلاص لكل الشعوب والامم لكن ما يصعب علينا فهمه هو انه كيف قيافه اعلى سلطه دينيه يتامر على قتل المسيح لكن الله حول الامور لخير البشريه وتمت مشوره الله المحتومه لبركه العالم اجمع والرب يباركك